يعني قبل الدعاء انا محتاج ان انا هقول حاجه يا اخوانا، ان احنا دايما متعلقين برب العالمين سبحانه وتعالى. قضيه التعلق بالله عز وجل ممكن تكون في كل العبادات، لكن في عباده كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام دايما قلبه متعلق بيها صلى الله عليه وسلم في كل لحظه من اللحظات كان بيعملها، اللي هي قضيه الدعاء. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه كان يكثر من الدعاء، وكان يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام انه بين الاذان والاقامه دعوات مستجابة. احنا عندنا في يوم الجمعة ساعة لا ترد فيها ايه يعني سبحان الله دعوة. ولذلك الإنسان كذلك الأمر في وقت السحر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول هل من مستغفر، هل كذا، في الثلث الأخير من الليل حتى يطلع الفجر. فأنا عندي أوقات شريفة جدا وعندي أوقات مهمة جدا. الدعاء بقى بيبقى قوي إمتى؟ في حالة الاضطرار. يعني في حالة الاضطرار العبد يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن ربنا بيقول أمن والمضطر هنا لا يشترط فيه أن هو يكون كامل الإيمان على فكرة، لا هو مضطر لأن هو في النهاية الله يتعامل معه كأنه لأنه إنسان في النهاية، لأنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى. فلذلك رب العالمين يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه.